برقية ولاء وإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مولاي صاحب الجلال والمهابة، الملك محمد السادس أدام الله عزكم وخلد في الصالحة ذكركم. نعم سيدي، أعزكم الله ونصركم. يتصرف المجتمعون الصحفيون وكل المنابر الإعلامية الإلكترونية والمكتوبة بمدينة مكناس يومه الثلاثاء 10 مارس 2020 بمناسبة عقد ندوة تحت شعار دور الصحافة في تنمية الشأن المحلي، أن يرفعوا إلى مقامكم العالي بالله آيات الولاء والإخلاص المشفوعة بصادق المحبة والوفاء لجنابكم الشريف، مبتهلين إلى العلي القدير أن يمتع جلالتكم المنيفة بوفور الصحة والعافية وطول العمر. إن المجتمعين الإعلاميين بمدينة مكناس في هذا اللقاء يا مولاي وهم يتدارسون قضايا ذات الصلة بمصالح وشؤون رعاياكم ومستقبل نمائنا وأمننا وتقدمنا المرتبط بطاق مؤسسات إعلامية قوية وحرة ومستقلة في مجال الإعلام والصحافة. إن المجتمعين الإعلاميين بمدينة مكناس في هذا اللقاء يا مولاي وهم يتدارسون القضايا ذات الصلة بمصالح وشؤون رعاياكم ومستقبل نمائنا وأمننا وتقدمنا المرتبط بطاق مؤسسة إعلامية قوية وحرة ومستقلة في مجال الإعلام والصحافة. قد استحضروا توجيه جلالتكم السامية وما استقر عليه نظر جلالتكم السديد من قرارات حكيمة، وما رسمتموه يا مولاي من غايات نبيلة بهدف تجاوز كل معيقات لاستكمال مقومات النموذج التنموي الديمقراطي يعزز التضامن الاجتماعي وقومه تنمية مستدامة تراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة ومنهج الحكام الجيدة. إن المجتمعين الإعلاميين لناصر الصحف يا مولاي لا يؤكد لسيدنا المنصور بالله دام عزه وعلاه بهذه المناسبة تجندنا المطلق والدائم وراء جلالتكم الشريفة لإنزاح مساري التنمية عامة وفي مجال الإعلام والصحافة خاصة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنار يهتدي به، ومتعكم بدوام الصحة وطول العمر وأقر عينكم بولي العهد صاحب سمو الملك مولاي الحسن، وسد أصدر جلالتكم بسقيقكم صاحب سمو الملك الأمير مولاي رصيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. خادم الأعتاب الشريفة جواد بحزي رئيس جمعية قروان أجيال، فاطم الزهراء الرحمي رئيسة المنتدى الوطني للصحافة المستقلة المكتوبة والإلكترونية، حرر بمكناس يوم الثلاثاء 10 مارس 2020. الله يبارك في عمر سيدي.